يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إعدام البشر الشعب يريد إعدام البشر الشعب يريد إعدام البشر الشعب يريد إعدام البشر. بحب أحكي للدول العربية يلي خذلتنا، يلي بأول أيام الثورة وقفوا أو تصنعوا أنهم وقفوا معنا وبعدها غدروا فينا، وهلأ عم يطبعوا مع النظام يلي قتلنا بالكيماوي وقتلنا بكل أنواع يعني الوسائل المقرفة والمقززة، وهلأ عم يطبعوا معه أنه أنتم ما اختلفتوا عنه أبداً وأنه أنتم نفس الطينة، وأنتم لو صح لكم كمان هيك هتعملوا بشعوبكم. فالأفضل أنه الشعوب العربية تصحى بقى وتشوف هذا الإجرام، لأنه ما في فائدة من الأنظمة بس في لسه فائدة من الشعوب، وإن شاء الله نخلص منهم كلياتهم. ضحى الشعب السوري من أجل حريته وكرامته، وهذا يكافئونه العالم بالتطبيع وإعادة هيكلة النظام من جديد. اللي شايف الجرائم عم ترتكب وساكت، يعني شو بده يحكي الواحد؟ والله يعني ما في شعب تعرض لخذلان مثل ما تعرض الشعب السوري، وبالرغم من ذلك هلا جايين عم يطبعوا معه الدول العربية، ويعني من عملية تلميع للنظام مو أكتر. يعني كل شخص بيطبع مع النظام هو شريك بقتل الشعب السوري، وللأسف جميع العرب وقفوا معه مع أنه هو يعني مجرم أبا عن جد، بس ما نقدر نقول حسبي الله ونعم الوكيل باللي كانوا أسباب هجرتنا عن أوطاننا وعن أهالينا، والله يرحم شهداء الثورة جميع. أنت منا وإلينا، أنت منا وإلينا، بتجبارة منا بتجبارة منا. طبعا الوقفة اليوم في ذكرى مجزرة الكيماوي اللي كانت في 5/4/2017. على مدى سنين الثورة أكثر من مرة استخدم الأسلحة الكيماوية التنسيقية إلى دائما ثابتة على مواقفها في إسناد الثورة السورية. كذلك في مسألة الهرولة العربية نحو نظام الإجرام ومحاولة التطبيع معه، وهذا يعني ينفي كل ما قاله هؤلاء الزعماء سابقا بأنهم يقفوا إلى جانب الثورة السورية وإلى جانب الشعب السوري، وفي نهاية المطاف لا يصح إلا صحيح. نحن نقف هنا بعد مرور 12 عام على الثورة السورية من أجل إسقاط هذا النظام ورفض التطبيع مع هذا النظام المجرم. نحن واقفين هالوقفة هون ذكرى الثورة، ونحن ضد التطبيع مع النظام، الدول العربية مطبع مع النظام السوري. هل من المعقول قطعتوا علاقتكم معه لما كان قاتل 10,000 ولا حترجعوه لما قتل مليون؟ يعني في عقل بيتصرفها؟ يعني هي رسالة موجهة لكل مين يفكر أو تسوي له نفسه به إعادة العلاقة مع بشار الأسد، لنحيي ذكرى مجزرة خان شيخون اللي ارتكبها نظام الأسد تزامنا مع تطبيع العرب لهذا النظام المجرم الذي ارتكب الكثير من المجازر بحق السوريين. نرفض هذا التطبيع، وكأنهم يكافئونه على ماذا؟ على ماذا يكافئونه؟ على موت السوريين؟ على المجازر اللي ارتكبها؟ على الكيماوي اللي قتل فيها أطفال بريئين؟ على قتله لحمزة وهاجر وكثير من الأطفال؟ نحن مستمرين كثائرين وثائرات حتى إسقاط الأسد. وصل صوتك لا تركيا، وصل صوتك لا تركيا، وصل صوتك لا تركيا، وصل صوتك لا تركيا. نحن أصحاب القضية، نحن أصحاب القضية، نحن أصحاب القضية، نحن أصحاب القضية. كل تصريحك مو مقبول، كل تصريحك مو مقبول، كل تصريحك مو مقبول، كل تصريحك مو مقبول. هاي سوريا مستنبول، هاي سوريا مستنبول، هاي سوريا مستنبول، هاي سوريا مستنبول.